في كده واحد هو قائد ثورة تطوير الكرة البلجيكية، هو مهندس تطوير الكرة البلجيكية، هو الرجل اللي خد بلجيكا من مرتبة 73 عالميا انه يخلي المنتخب البلجيكي في المرتبة الأولى عالميا، خلى المنتخب البلجيكي واحد من منتخبات الوسط في أوروبا وفي العالم، خلاه من المنتخبات الكبرى في العالم وفي أوروبا. حاجة عظيمة، إزاي ده حصل؟ إزاي تقدر تطور منتخب بالشكل ده؟ إزاي تقدر تاخد المنتخب بتاعك إنه يقدر ينافس في كل البطولات، من منتخب هزيل بيخسر وما بيصعدش كأس عالم وما بيصعدش كأس أوروبا، لمنتخب في آخر كأس عالم يبقى ثالث العالم وبأداء رائع. المنتخب البلجيكي في مونديال روسيا 2018 كان أفضل منتخب بيقدم كورة، كورة ممتعة، كورة إيجابية، كورة حقيقية ورائعة وفيها الكثير من المواهب، هازارد ودي بروين ولوكاكو وكثير من النجوم، في منتخب رائع بكل المقاييس. ده حصل إزاي؟ ده ترتب له إزاي؟ ده اتعمل إزاي؟ الحكاية مش حكاية مدرب والسلام، الحكاية حكاية عقل مدبر. النهاردة هيكون معانا بعد لحظات ميشيل سابلون، ده مهندس تطوير الكرة البلجيكية، ده قائد الثورة في تطوير الكرة البلجيكية، من ثبات عميق إلى أداء رائع ومميز، نموذج ومثل العالم كله يبحث عنه، العالم كله بيشوف عمله إيه في بلجيكا، العالم كله وأقصد العالم كله حتى الدول الكبرى في كرة القدم، البرازيل والأرجنتين وإنجلترا وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا، يبحثون دائماً عن النموذج البلجيكي. إحنا هنا بقالنا أيام وليالي نتحدث عن تجربة الكرة البلجيكية. إيه هي تجربة الكرة البلجيكية؟ هي كانت الحكاية في مدرب، الحكاية إن إحنا نجيب مدرب جيد، الحكاية إن إحنا نجيب مدرب مميز لمنتخب بلدنا، الحكاية إن إحنا نقول إن المدرب هيقعد سنين طويلة. الحكاية مش كده خالص، ده جزء صغير من الحكاية، صغير جداً. بس الحكاية بتبدأ منين؟ بيحصل ايه؟ بيتعمل ايه عشان يوصل للمنتخب البلجيكي انه يبقى عنده جيل رائع جدا؟ تعرف كيفين دي بروين ده طلع ازاي؟ عارف ازاي موهبته اتطورت؟ عارف ايدن هازارد موهبته اتطورت ازاي؟ عارف انه في بلجيكا كانوا مستلمين هازارد ودي بروين ولوكاكو وناس تانية كتير وهم صغيرين جدا في السن 9 و10 سنين عشان يعلموهم اساسيات الكورة، يطوروهم في الكورة، يطوروهم فرديا وجماعيا. تفاصيل كثيرة، تفاصيل كثيرة جدا ومهمة جدا. عشان كده بحثنا، دورنا زي ما معودناكم دايما في رقم 10 ان احنا بنحاول نروح للنماذج الجيدة في مصر وخارج مصر، نشوف الناس بتعمل ايه، ومفيش مانع لو قلدناهم، ويا سلام لو طورنا على اللي عملوه كمان. بس الاول نقلدهم، الاول نعمل اللي عملوه، الاول نعمل اللي عملوه من عشرات السنين، سهل جدا. معانا الان ميشيل سابلون، زي ما قلت لكم مهندس تطوير الكره البلجيكيه. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. سعيد وانا مبسوط اني موجود معكم. أنا أريد أن أبدأ بالشرح، ولكن ماذا تفضل حضرتك؟ ده أفضل شيء إنك تبدأ بالشرح. هو حضرتك النهاردة معانا علشان نستفيد من هذه الخبرة الكبيرة وقصة النجاح الرائعة لحضرتك. أولا عندما قبل أن نبدأ هذا البرنامج أو تلك الثورة في الكرة البلجيكية، كنا نواجه بعض المشكلات في مع عام 2000. كنا ننظم بطولة الأمم الأوروبية مع بالتعاون مع بلجيكا، وخرجنا من الدور الأول، وكان هذا شيئا سيئا جدا بالنسبة لكرة القدم البلجيكية، وكان يسبب لنا خجلا كبيرا، ولهذا قلنا علينا أن نفعل شيئا بشأن نوعية كرة القدم التي نلعبها. ثم بدأنا التشخيص
منذ البداية. أولا مجال كرة القدم من أوله لآخره، ووصلنا إلى نتائج. أولها أن كرة القدم في الأندية ليست لا تطور من مستوى الشباب، والعديد من اللاعبين كل أو معظمهم لاعبين أجانب، وليس من الضرر أن يكونوا هم الأفضل. هذه كانت نقطة سلبية، والنقطة السلبية والمرتبط بها هو أن اللاعبين الجدد لا يعطون الفرصة، لا يمنحون الفرصة للعب في الفريق الأول. والاستنتاج الثالث كان بشأن المنتخب الوطني، هو أن المنتخب الوطني كان فقير جدا ومستوى فقير، وأقصي من الدور الأول في بطولة الأمم الأوروبية 2000، وعلينا أن نعمل هذا. ثم نظرنا إلى المكانة في أوروبا، وجدنا أن مكانتنا هي بين 25 و30، وهذا الشيء غير طيب على الإطلاق، وهذا لم يكن هو هدفنا. وكان هدفنا هو أننا نصل إلى مستوى أعلى وأرقى، ولابد أن يكون هذا نتاج عمل كبير مع وجود لاعبين جدد يطورون الأداء في المنتخب. ثم نظرنا إلى تأهيل المدربين. تأهيل المدربين كان بالأسلوب القديم جدا، وكان علينا أن ننظر إلى هذه النقطة بمنتهى الحرص والتأني، وكان علينا أن نجد حلولا لمثل هذه المشكلة. إذن ماذا فعلنا؟ أولا طورنا رؤيتنا الشخصية، وكان الأمر واضح، هو أننا نريد أن نوفر خبرات عملية وتعليمية لإكساب خبرات في كرة القدم. مهمتنا كانت هي توفير الفرص المناسبة وبيئة تعليمية إيجابية مبنية على الأسس الأساسية للتعليم، مثل الثقة واللعب النظيف، وعلمنا اللاعبين مهارات الحياة ليكون لاعب جيد وأيضا شخص جيد. ثم طورنا الفلسفة. الفلسفة بشكل عام تتعلق بموضوعات سأشرحها لاحقا، وكان العنصر الأهم في هذا التطوير هو تطوير اللاعب على المستوى الفردي، كل لاعب على حدة. كان ينبغي علينا أن يتم دعمنا بالإدارة، وبالتالي عملنا في الإدارة وطورنا من أسلوب الإدارة. كان رئيس الاتحاد هو الدكتور الذي كان عضوا في الاتحاد الدولي، وكان رجل له رؤية، وقال أن علينا أن ننظر إلى ما يجب علينا فعله في المستقبل، وأن يكون لدينا رؤية في تطوير كرة القدم في بلجيكا، وهذا ما فعلنا. وسأعود لهذه النقطة مرة أخرى لاحقا. على المستوى العملي أو فلسفة التطوير، عملنا على عدة عوامل. أولها هو أسلوب المنافسات، وطلبنا من المعنيين الإجابة على أسئلة معينة بشأن الأداء في المنافسات. أولها هي أنه إذا كانت المنافسات نحن ماذا نتوقع من اللاعبين؟ ماذا نتوقع من المنافسات؟ ماذا نريد أن يكون المدربين، المستوى الذي يجب أن يكون عليه المدربين؟ وبالفعل كانت هناك جامعتين تعملان في هذا التحليل، وخرجوا بمبادرات وأطروحات ومقترحات للخروج بمثل هذا التطوير. المسار الثاني هو تحليل الأداء البدني في مرحلة الشباب، وكان هذا مرتبط بالقدرات البدنية للفتيات والشباب وأدائهم البدني، وكان هذا
مشروع كبير، وأتيحت لنا الفرصة بالتعاون مع أحد الجامعات المتخصصة في التربية البدنية، وهم الذين حسبوا وخرجوا بتحليلات دقيقة جدا للمجهود البدني للأطفال والصبيان والبنات في مجموعات عمرية محددة، وقارناها بالمستوى الدولي، وكان هذا هو المسار الثاني في التحليل. المسار الثالث وهو الأهم هو تحليل الأداء في المباريات، وأيضا كان بمساعدة جامعتين في بلجيكا، وأجريت الأبحاث على عدد من الدارسين في هذه الجامعة، وقمنا بتحليل حوالي 60 أو 70 طالب وطالبة في مباريات صغيرة وقصيرة المدة، وحللنا أسلوبهم للاستلام والتسلم الكرات، التمرير، التحرك في الملعب، حللنا كل مكونات أداء لاعب كرة القدم. كل هذا كنا نلعب مباريات 8 أمام 8، 9 أمام 9، ثم 11 أمام 11، وخرجنا بنتائج، وتم نشر هذه النتائج على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفعلا نشرت مقالات بهذا الموضوع، ولكنني أستطيع أن ألخصها في عدد معين، هو أنه عندما كانوا يلعبون في مباريات صغيرة الحجم يكون المستوى البدني عالي، ويكون عدد اللمسات أكثر، وعدد القرارات التي تتخذ أكثر، التركيز أكثر، الأهداف أكثر، حركات حارس المرمى تكون أكثر، امتلاك الكرة يكون أكثر، ثم مستوى الاستمتاع بلعب كرة القدم كان أفضل أيضا. ثم ناقشنا في اجتماعات مختلفة مع ذلك كله مع المدربين، وشكلنا مجموعات عمل كبيرة متخصصة في مجال عمل كرة القدم، وهذه المجموعات مجموعات متخصصة تتعامل مع حقائق وأرقام بالتعاون مع جامعات متخصصة، وخرجنا ب نتائج، ترجمنا هذه اللغة الأكاديمية إلى لغة فعلية تطبق على الأرض في الملعب. ثم بعد العديد من المقابلات والمناقشات كان من المشوق أن نعرف أن المعنيون بالمناقشات ومجموعات العمل كانوا عاملين في كرة القدم. كان هناك على سبيل المثال 18 مديرا من الأكاديميات، وكنا نتعامل مع كل المستويات العاملة في كرة القدم، وكل المناقشات كانت بناءة، وكنا نستقي من تلك المستويات معلومات عكسية. ثم ناقشنا موضوعات كان يتم طرحها بواسطة هذه الأكاديميات في وجود مدربين عالميين محترفين، وأخيرا هؤلاء الناس المشاركين المختصين خرجوا بأفكار جيدة أو أعطونا أفكار جيدة وطوروا مبادرات استفدنا منها كثيرا، وكنا نعمل على مستوى مجموعات عمل صغيرة بعدد كبير، نخرج بالتحليلات التي خرجت من المستويات الأكاديمية سواء على المستوى الفني أو البدني أو التكتيكي أو الأداء في الملعب. كل هذا كان من الممكن أن يحدث إذا كانت لدينا إدارة جيدة وإدارة مسؤولة تستطيع أن تدعم جهودنا على المستوى الفني والمستوى التكتيكي، وأن يكون لدى هؤلاء المعنيين رؤية للتطوير ورؤية للمستقبل، وهذا ما كنا نفعله في مرحلة تطوير كرة القدم البلجيكية، بمعنى أن
كل من لديه رؤية كان يدخل معنا في هذه الحوارات. وهذا بالفعل ما فعلناه، وكانت دراسة مستفيضة، وأعتقد أن هذا ما حدث يشرح كثيرا كيف تطور مستوانا من هذا المستوى المنخفض في التصنيف والخروج من بطولة 2000 إلى هذا المستوى. هذه البطولة كانت بالنسبة لنا قاسمة، وفي الحقيقة هي كانت الدافع لكي نطور كرة القدم لدينا، كما أن ما فعلناه هو أننا قمنا بشن هجوم مضاد على أنفسنا، نحاول من خلاله أن نطور من مستوى الفريق الوطني. الفريق الوطني خاض مباريات كثيرة جدا المستوى، أحرزنا أهداف وسجل فينا أهداف، وواجهنا فرق من مستويات مختلفة، وتحديدا كل هذه الفرق كنا نستفيد منها ومن مواجهتها. كنا نلعب مباريات من مستويات مختلفة ومن مكونات مختلفة. تطوير الكرة أتى من لعب مباريات 5-5، 8-8، 9-9، 11-11. حاولنا أيضا تطوير التنظيم من مستوى الدفاع المنطقة إلى تنفيذ الهجمات المضادة. ممكن أن نلعب مباريات دفاعية، نلعب مباريات هجومية، ونتدرب على ذلك كثيرا، وكنا نواجه فرق ذات مستوى أعلى منا. وفي مرحلة أخرى كنا نلعب بطرق مختلفة، مثل المهاجم الثابت، مثل لوكاكو على سبيل المثال، وهناك لاعبين آخرين خرجنا بهم مثل إيدن هازارد ولاعبين آخرين، استطعنا أن نلعب بهم كرة هجومية. هذه الأشياء معا، هذا الأمر يأخذ وقتا، وشرحنا كل ذلك للأندية البلجيكية وقلنا لهم أن هذه الموضوعات تأخذ وقتا وصبرا، ولا بد أن يتم تطبيق هذه الخطة بتأني وصبر. وأعتقد أن الحسابات التي حسبناها على هذه الخطة أننا سنجني الثمار بعد 7 أو 8 أعوام. إذا نظرنا إلى ذلك الرقم، سنعود بالفكر إلى اللاعبين من 13 عاما و14 عاما. إذا أضفنا 7 أو 8 أعوام سيكونوا في العشرينات. هذه هي الدائرة، ثم من الممكن أن نبدأ بدائرة أخرى تبدأ من 7 أو 8 لاعب من 13 و14 عاما، نبنيه على مدار هذا الوقت من الزمن. هذه المرحلة تأخذ هذا الوقت، وكان لابد أن يكون هناك تواصل وتواجد من مديري أكاديميات كرة القدم للمحترفين، لأنهم هم عنصر هام ومساعد في هذا الموضوع، ويطبقوا الفلسفة ويطبقوا الخطط. وأيضا هناك أسباب أخرى، وهناك مستويات أخرى من كرة القدم. هؤلاء المديرين للأكاديميات كانوا يبحثون فيها ويطلعون على النتائج، وكنا نشرح لهؤلاء المدربين وجهة نظرنا ونشرح أفكارنا. إذن هذه هي الخطة الشاملة التي تجعل الأشياء تحدث على الأرض. لا أقول أبدا أنه أمر سهل، ولكنه أمر صعب يأخذ وقتا، ونحن لم نكن نتوقع نتيجة بنسبة 100% أن كل الناس ستكون متفقة معنا في هذا التطبيق وهذا الفكر، ولكن بعد فترة الكل بدأ يتفهم وبدأ يعرف ويدرك أن ما فعلناه وما قمنا به من تجميع مدربين الأندية ومن مستوى من مراحل عمرية مختلفة للأندية، شرحنا لهم
الأسلوب الذي كنا نريد أن ننفذ به. الكل بدأ يقتنع، وثم تحقق ما كنا نصب إليه، وبعد فترة أصبح هناك تحسن في مستوى الأداء الفردي للاعبين. على سبيل المثال، لا يوجد لاعب واحد في الفريق الوطني خارج هذا الإطار، وكل هؤلاء اللاعبين لاعبين متميزين جدا، يلعبون في فرق كبيرة ويلعبون، وهؤلاء اللاعبين كانوا يلعبون في المنتخبات الوطنية في الأعمار السنية المختلفة. الأمر يأخذ وقتا لإعداد اللاعب، لأن السبب الرئيسي هو أننا كنا نريد أن نجعل هؤلاء اللاعبين الموهوبين في مستوى يجعلهم يقبلون التطور جسمانيا وذهنيا وبدنيا، وكانوا في الحقيقة مستجيبون معنا جدا، ولهذا وضعناهم تحت ضغوط، وضعناهم في مواجهات قوية، وكنا في الحقيقة كان من الصعب جدا أن تقنع الكل بهذه الخطة بعيدة المدى، والأمر تطلب إقناعات كبيرة وتغيير في مفهوم كرة القدم في بلجيكا. في الحقيقة كل لاعب لابد من كل لاعب أن يلعب المباراة وفي ذهنه أنه سيفوز بهذه المباراة قبل أي شيء، سواء كنت تلعب أمام فريق ضعيف أو فريق كبير. لابد على اللاعبين أن يطوروا من أنفسهم. إذا وضعت 60 لاعب تختار منهم عدد 60 لاعب تحت سن 16 عاما، واخترت من هذا الوعاء وطورت من أداء نسبة من هؤلاء 60، ستخرج بفريق وطني قوي. أن يكون الأهم في هذا الفريق هو أنه مقتنع تماما أن الفوز هو الشيء الحتمي في كل المراحل العمرية. أنا عايز أسأل سؤال الآن يكمل ما بدأته يا فندم، وأنا مستمتع للغاية لو تسمح لي لحظة واحدة. عايز أسألك، المقاومة اللي كانت من الأندية ومن الاتحاد بخصوص أن الموضوع طويل الأمد وطبيعي هيبقى الناس مستعجلة للنجاح، هل المقاومة دي وجدتها أيضا من الجماهير؟ هل الجماهير البلجيكية كانت تقبل الخطة طويلة الأمد، ولا كان الأمور سهلة بالنسبة للجماهير البلجيكية؟ السبب الذي استطعنا أن نطبق طبقنا طريقة لعب 4-3-3 أنها طريقة هجومية، وكنا نبدأ بأساليب مختلفة من اللعب، وخسرنا مباريات على مستوى الفرق أو الأندية والفرق الوطنية، وهذا هو المقاومة التي كنت تحصل عليها، أن الكل يريد أن يفوز، ولكن أنا ما شرحته منذ دقائق هنا هو الأشياء الأساسية التي وضعناها في هذه الخطة، وحاولنا أن نطبقها في بشكل عام. لا، ولكن أؤكد لك أن كرة القدم ليست نسخ وطباعة، ليست بالأسلوب الجامد، ولكن لابد أن يكون هناك نوع من أنواع المرونة. لابد أن ندرس نقاط القوة ونقاط الضعف ونقاط التي نستطيع أن نطور من خلالها. بعد 5 أو 6 سنوات هذه المقاومة كانت أقل بكثير. بعد 7-8 أعوام كان هناك تشجيع وليس مقاومة، كان هناك تشجيع من مدربين الشباب والمدربين، وكل المشروعات التي طبقناها في كرة القدم البلجيكية كانت تبدأ هكذا. المديرين الفنيين كنا نشرح لهم
الفلسفة بالتفصيل، كنا نشرح للمراحل السنية المختلفة للمنتخبات الوطنية والأندية في فلسفتنا، وكذلك نحاول أن نتدخل في الأكاديميات الوطنية لكرة القدم المحترفة، نشرح لهم برامجنا ونشرح لهم فلسفتنا، والكل كل شيء كان ينصب على تطوير اللاعب الفرد وتطوير أدائه البدني بشكل مطور وشكل أفضل في، وهذا ينطبق على كل مرحلة سنية، وخاصة في مرحلة الشباب لابد أن يكون هناك حرص كبير، ثم تطبيق الأسلوب الاحترافي مع اللاعبين، وعلى سبيل المثال أن يكون هناك نوع من أنواع التكنولوجيا الجديدة التي نضعها على أجساد اللاعبين التي نستطيع أن نتتبع مستوى تطور اللاعب بدنيا وأداه بدنيا ومدى تعرضه للإصابة وإمكانية إصابته. هناك بالحقيقة كان هذا يعطينا وعاء كبير جدا من المعلومات التي نستطيع أن نحلل منها أداء اللاعبين. نعم كانت هناك مقاومة، هذا صحيح، ولكن فلسفتي هي أنني من أفضل أن يكون هناك مقاومة للفكر أكثر من السهولة، لأن عندما تثبت وجهة النظر تكون أنت على حق والكل يقتنع بوجهة نظرك وتستطيع أن تطبق ما تريد أن تطبقه. هذه كلها ابتكارات، لأن كرة القدم تعتمد على الابتكار والتطوير والفكر. وأنا أيضا قلت للجميع أنا من البداية الأمور ستكون صعبة، وكان علينا أن نصبر ونقنع من هم حولنا بهذا، لأنك تعلم أن الكل يتعجل الفوز، ولكن بدأنا كما قلت بالنتائج في البداية لم تكن على أعلى مستوى، ولكننا قلنا لهم أن النتائج ليست هي الأهم، وإذا استطعت أن تقنع اللاعبين أنهم عندما يفعلون ذلك سيكونون أفضل وأدائهم سيكونون أفضل، وبالتالي عندما ستكون على المستوى الفردي يكون اللاعب أفضل سيكون الفريق أفضل وستأتي النتائج وليس العكس. لا نطور فريقا برمته، ولكن نطور أفرادا ونطور فكرا، وكل هذا على كل المستويات والمراحل العمرية إلى المنتخب الأول. عظيم. طيب سؤالي الجاي ليك هو يخص بلدنا، بلدنا مصر. لو عند علم حضرتك أن منتخب مصر هو المنتخب الأكبر في القارة الأفريقية على مستوى الأرقام وتاريخه في بطولات القارة الأفريقية، لما نعوز نعمل تطوير شبه التطوير اللي حصل في الكرة البلجيكية، وحط في اعتبارك التعداد السكاني الكبير لمصر اللي يزيد عن 100 مليون نسمة، هل الأمور تبقى أصعب ولا الأمور تبقى أسهل؟ أنا لا أعرف تحديدا الموقف هناك في مصر، ولكن أنا أعرف أن مصر لعبت في كأس العرب وخسرت في الدور قبل النهائي، ولكن الأداء لم يكن سيئا، وأعتقد أن المدرب كان كارلوس كيروش، وهو مدرب متميز جدا، كما أنني أعرف أن المدير الفني موجود لكي يجعل المنتخب الوطني يفوز بالمباريات. هذه هي فلسفة أي مدير فني. أما مدربي الأندية فهي قصة مختلفة تماما. أنا مع أنني أطور من مستوى مدربي الأندية، ويكون هناك حوارات ومناقشات مع مدربي الأندية، ننتقل إلى مرحلة المديرين الفنيين، ولكن نبدأ مع المراحل السنية 16 17 18 عاما، هذا هو الأفضل. ثم لابد أن يتبع المراحل السنية للشباب فلسفة الفريق الأول،
وما يقوله المدير الفني. الفريق الوطني أمر مختلف، ولكن عندما تطبق الفلسفة لمدة 6 أو 7 أو 8 أعوام ستكون النجاحات أفضل والإنجاز أفضل وأكبر. ثم علينا أن ندرك أن التطوير لابد أن يواجهه مقاومة من بعض الناس، حتى لو هؤلاء الناس هم من مشاهير كرة القدم، ولكن لابد أن نوجد وسيلة للمناقشة معهم وإقناعهم. والأهم، إذا كان لديك لاعبين جيدين سيكون لديك أداء أفضل ونتائج أفضل. والحقيقة في كرة القدم لا يمكن أن تغير الواقع في كرة القدم. أما بالنسبة لمصر، عليكم أن وكل دولة ليس مصر فقط، عليكم أن تغير، لابد أن تكون الإدارة العليا قوية جدا وتبدأ خطة طموحة لمدار 6 أو 7 أعوام، وتكون خطة لها فلسفتها يطبقها مديرين فنيين عاليين المستوى ويفهمون في كل مجالات عمل كرة القدم. إذا فعلتم ذلك بالتأكيد ستكون كرة القدم لديكم أفضل. وأنا هنا لا أعني بالكرة القدم أفضل، أعني النتائج، ولكن أعني مستوى كرة القدم ككل ليس النتائج فقط. أخيرا، لو عرض عليك التواجد في مصر للاستفادة من خبراتك في المستقبل والعمل مع تطوير الكرة المصرية، هل تقبل؟ أولا، أنا أعمل في هذا المجال لمدة 22 عاما الآن، وما أفعله الآن في بعض الدول أنني أساعد هؤلاء الدول لتطوير كرة القدم بنوع من أنواع الاستشارات. ولكن ما تريدونه وما تحتاجونه هو شخص دؤوب جدا لديه فكر، مقاتل يستطيع أن يفعل أشياء مختلفة. من الممكن أن يكون مديرا فنيا خبيرا، أو ولكنني أستطيع أن أقدم المشورة فقط. ولكن أنتم تريدون شخصا مقيما موجودا لديه فلسفته التي يستطيع أن يمررها لكل العاملين، وأن تكون لديه وأن تكون مبادراته وأفكاره مدعومة من الإدارة العليا لكرة القدم في بلدكم. وهذا هو الذي يحدد، وهذا يكون هذا الشخص هو الذي يحدد الأهداف والاستراتيجيات، والكل يدافع عنه والكل يدعمه. الأمر سيأخذ أعواما وسيكون صعبا، ولكن لابد أن نستمر في الدفاع عن، لابد أن يستمر هذا الرجل في الدفاع عن وجهة نظره وأفكاره، ولابد أن يحقق الأسس لتطوير كرة القدم، لأن هذا سيجعل مجال كرة القدم أفضل، اللاعبين أفضل. لأن أنا أعرف أن مصر بلد جميلة جدا، ومصر دولة قوية في كرة القدم ومليئة بالأفكار الجيدة. أعتقد أنني في تطوير مجال كرة القدم البلجيكية عقدت أكثر من 200 اجتماع لشرح وجهات نظر ونقاط مختلفة في خطتي. صحيح، لا يمكن لأحد أن ينكر أن عندما تلعب كرة قدم تريد أن تفوز سواء بأي تشكيل أو أي تطوير، إما أن تطور من اللعبة لديكم من اللعب على مستوى صغير 5 أمام 5 6 أمام 6 إلى أن تصل 11 11، وتكتشف اللاعبين
ومن الممكن أن أعرض لاعبين لديهم 10 سنوات أو 12 سنة يلعبون في تلك المباريات الصغيرة. مستويات هؤلاء الصغار رائعة جدا، نستطيع أن نختار منهم ونصنع نواة للاعبي كرة القدم الدوليين. هؤلاء اللاعبين سيكونوا نواة لأي فريق. المسؤولين عن تطوير كرة القدم لابد أن يخرجوا بخطة واستراتيجية يمكن تطبيقها على مدة معينة من السنين، ولابد من البداية أن يكون هناك دعم ولأن يكون هناك أكاديميات تدعم الفكر الذي يتم تطبيقه، سواء الأكاديميات الأندية أو أكاديميات مراكز الشباب، وأن يتم توجيه المديرين الفنيين لعقد دورات تدريبية لهم، توجيههم بعقد دورات تدريبية لتطبيق الفكر. إذا استطعتم أن تفعلوا ذلك لابد أن يكون هذا بالتنسيق مع المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ولابد أن يكون هناك تناغم جميع الأطراف العاملة في كرة القدم، لأنكم بهذا تصنعون كرة قدم جديدة وتصنعون تقليدا جديدا في كرة القدم، سواء كان هذا المدير الفني محليا أم دوليا. بالنسبة للمدربين، أنت تحدثت عن أن المدربين لابد من تطورهم، هل كان هناك شروط خاصة لمؤهلات المدرب الذي يعمل مع قطاعات الناشئين، ولا كان مجرد أسماء ونجوم كبيرة فقط؟ أحد الأولويات هي نوعية المدير الفني. المدير الفني كنا هناك جمعية للمديرين الفنيين، هذه الجمعية هي التي ترشح المديرين الفنيين. ولكن ما هو المدير الفني الجيد؟ المدير الفني الجيد هو الذي يستطيع أن يخرج 15 أو 16 لاعبا من المستوى به ويطور أداء هؤلاء اللاعبين من المستوى به، ويعلمهم التكتيكات الدفاع والهجوم والتمرير وأساسيات كرة القدم. إذا استطاع هذا المدرب أن يطور أداء هذا العدد من اللاعبين، هذه بطاقة نجاح لهذا المدرب. وتعليم المدربين هو شيء حاسم جدا ومهم جدا. إذا كان اتحاد الكرة لديه هذه المدرسة، تحديدا مدرسة تدريب المدربين، لابد أن يكون هناك مسؤول داخل اتحاد كرة القدم عن أكاديميات كرة القدم، وأن يكون هناك أكاديمية للمدربين الفنيين المستويات الصغرى، لأن هذه الأكاديميات ستطور من أداء المديرين الفنيين، وهم الذين يستطيعون تطبيق التطوير في مجال كرة القدم. أيضا من الممكن جدا أن نقنع مجتمع كرة القدم بأكمله أننا نعمل هذه الخطة من أجل المستقبل، وهذه هي الطريقة الوحيدة لأدائها. طيب، سؤالي القادم لحضرتك، هل وجدت أي اختلاف أثناء تواجدك في بعض الدول العربية ما بين فكرة تطوير الكرة في الدول العربية والكرة البلجيكية، ولا نفس الأمور تقريبا؟ الأمر مختلف من بلد إلى آخر. أمور كرة القدم في كل دولة لها خصوصياتها. إذن سواء إذا كنت تأتي بأفكار جديدة أو مشروعات جديدة في كرة القدم، الأمر يختلف من دولة إلى أخرى. إذن من الطبيعي جدا أن يكون هناك اختلاف بين دولة أوروبية ودولة أوروبية، أو دولة أوروبية ودولة غير أوروبية. الألمان لا يلعبون نفس كرة القدم التي يلعبها الفرنسيون، ولا يلعب الإنجليز كرة القدم التي يلعبها البلجيك. داخل القارة الأوروبية هناك اختلافات
هناك ثقافات كروية مختلفة وهناك أفكار مختلفة وأساليب مختلفة وهناك أساليب مختلفة في المنطقة العربية. على سبيل المثال عندما ننظر إلى تونس على سبيل المثال في بطولة العرب، تونس والجزائر كانوا الأفضل، وهذا هو أحد الأسباب لأنهم يلعبون كرة قدم مختلفة وهناك تطوير في كرة القدم وثقافة كرة القدم مختلفة هناك إذا قارنتها بدولة عربية أخرى مثل أي دولة من الدول. وما يحضرني هو قطر والسعودية على سبيل المثال. ثقافة كرة القدم أو مجتمع كرة القدم مختلف، إذن ما تفعله أو ما تريد أن تغيره سيكون مختلف أيضا. لأن ولكن النتيجة أن لا عيب في هذا الاختلاف، لا عيب فيه، ولكنني دائما أحاول أن أقنع الناس عندما كنت في سنغافورة أننا نقنع اللاعبين أن يلعبون كرة القدم السنغافورية بالأسلوب السنغافوري، وكذلك عندما أذهب إلى المملكة العربية السعودية أقول لهم أنكم تلعبون الكرة السعودية. الأمور مختلفة، ولكن ما هي الحلول الأفضل؟ لا يمكن أن تعرفها إلا إذا كان هناك تقييم عندما تلعب فعليا، وأن يكون هناك تحليل للأداء، وأن تواجه فريق آخر وأن تجد فريقان يلعبان بأسلوبان مختلفان، ونتيجة المباراة ستقول إذا كان العمل على التطوير قد تم إنجازه أم لا. إذا تم تطبيق إذا كانوا يركزون على 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 الاستحواذ على الكرة. ننظر إلى إسبانيا في الاستحواذ على الكرة، إسبانيا متفوقة جدا لأن لديهم اللاعبين المؤهلين لذلك، وأيضا لديهم حوالي 60-70% في أي مباراة لاستحواذ الكرة. في بعض الدول يكون الاستحواذ على الكرة هو أسلوب، ربما يكون هذا هو الأسلوب وهذه هي الثقافة. والفرق بين هناك ثقافات كروية مختلفة في أوروبا بين الدول الأوروبية وثقافات كروية مختلفة بين الدول العربية. كل ما أقوله أنه عندما يكون هناك مقارنة في تصنيف الفيفا ستجد أن هذا التصنيف يقول أن الفرق الأفضل هي التي تحقق نتائج أفضل، لأن هذه هي الفرق التي تحقق نتائج أفضل، لأن هذه النتائج تأتي بناء على تطوير مجالات كرة القدم، المنطقة الأوروبية غير المنطقة الآسيوية غير المنطقة العربية. التطور يحدث في كل تلك المناطق، ومن الممكن قياس هذا التطوير بناء على نتائج وأسلوب اللعب، وعلى كل دولة أن تطور مجال كرة القدم لديها بما يتراءى لها بظروفها وأحوالها ونوعية اللاعبين الموجودة لديها. بالفعل لابد أن يكون هناك تحليل كامل وشامل لمجتمع كرة القدم في كل دولة، ثم تحليل لعناصر كرة القدم كل على حدة، ثم نريد نتتبع ما هي أوجه القصور ونطورها، وستأتي النتائج من خلال 6 أو 7 سنوات. طيب لا شك أبداً لأن كرة القدم ستتطور بناء على هذه الخطة. نحن هنا في مصر بصدد اختيار مدير فني جديد للمنتخب الأول. هناك معايير تخص كل دولة في اختيار المدرب، وهناك معايير عامة وأساسية. إيه هي المعايير العامة والأساسية اللي على أساسها بيتم اختيار مدير فني للمنتخب الأول؟ المعيار بسيط.
المعيار الأساسي لفريق الوطني هو أن يفوز بالمباريات ويتأهل، هذا بسيط. لكي تفعل ذلك وطبقا للموقف والتحليلات التي أجريتها قبل اختياره، أنك تعرف وأن تختار اللاعبين، وما إذا كنا عليك أن تطور جيل جديد، اللاعبين الكبار سيعتزلون، اللاعبين الصغار يتطورون، تبدأ هذا التحليل أولا، ثم تحلل عدد من المديرين الفنيين المرشحين وتعرف إذا كان سيتطابق مع فلسفتك أم لا، لأن الفريق الوطني الأول لابد أن يفوز بالمباريات. هذه هي الخبرة التي اكتسبتها في دول مختلفة، أن الفريق الوطني الأول لابد أن يكسب المباريات، ولابد أن يكون هذا المدير الفني ذو خبرة كبيرة ولديه خبرة كمدير فني ويطور بشكل كبير، وأن تكون له نتائج جيدة جدا. وهناك أسماء كبيرة في مجال كرة القدم، وأن يكون لديه القدرة على العمل مع المديرين الفنيين الوطنيين الموجودين من أجل تطوير كرة القدم، وأن يستطيع هذا المدير الفني أن يجد المواهب المختلفة التي يستطيع أن يضمها للفريق الوطني. لابد أن يكون هذا المدير الفني رجل ذو رؤية، ويستطيع أن يعمل مع كل نوعيات اللاعبين، وأن يفهم ثقافة كرة القدم الموجودة لديكم، وأن يلعب كرة القدم بالطريقة التي تحبونها. أما الهدف الأساسي هو أن يفوز هذا المدير الفني بالمباريات. أنتم ستحتاجون لثلاثة أو أربعة أعوام قبل أن يكون هناك فريق صغير السن من مكون من لاعبين من 21 سنة حتى 23 سنة، يستطيع هذا الفريق أن يتواجد على الساحة لفترة طويلة. إذن المعيار الأساسي يتعلق بأهدافكم وما تريدون أن تحققوه خلال عامين أو ثلاثة. إذا لم نتأهل بفارق هدف فهذا يعتمد على الحظ، ولكنك ستستمر بنفس المدير الفني وبنفس الأسلوب. إذا كنتم لم تستطيعوا الفوز مباراة واحدة فقط على الأقل، إذن فهناك مشكلة في المدير الفني، بل عليكم أن تغيروا المنظومة بالكامل. إذن كل ما يتعلق بأهداف كرة القدم المصرية لابد أن يتم تحديدها أولا قبل اختيار المدير الفني. ميشيل سابلون، قائد ثورة تطوير الكرة البلجيكية، مهندس تطوير الكرة البلجيكية، أنا حقيقي سعيد جدا بهذه المداخلة، أو بمعنى أدق هذه المحاضرة الذهبية في تطوير كرة القدم. أنا بشكرك شكرا جزيلا من التلفزيون المصري برنامج رقم 10، شكرا جزيلا. You're very, very welcome, and I hope. تن جدا وأهلا بكم وأتمنى لكم كل النجاح. حكاية سهلة، حكاية بسيطة، الحكاية حلوة. الراجل مبدئيا كده قال إنه عنده استعداد يدي استشارات لأي دولة في العالم. النهاردة أنا تعمدت إن أنا ما أقطعوش ولا مرة حتى وهو بيسترسل، عشان بالنسبة لي وبالنسبة لحضراتكم، بالنسبة للقائمين على الكرة المصرية، بالنسبة لكل بين قوسين من يهمه الأمر، الراجل ده النهاردة إدى محاضرة رائعة في كيفية تطوير كرة القدم في أي دولة في العالم، مش في بلجيكا بس. الراجل ده كنز كبير في أي دولة في العالم. الراجل ده بينزل أي دولة في العالم، كل الناس في كرة القدم في أي دولة في العالم بتحاول تستفيد منه، بتحاول تسمع الكلمتين دول. إحنا النهاردة هنا في رقم 10 قدمنا لحضراتكم هذا الأمر، واللي يهمني من حضراتكم يعني طبعا فوق راسي وكل حاجة، بس أتمنى كل المسؤولين عن الكرة يسمعوا الكلام ده ويستفيدوا منه ويشتغلوا ويتحركوا. الموضوع سهل بس محتاج صبر ومحتاج إدارة قوية زي ما قال.
ما ينفعش ابدا تنفذ خطه طويله الامد من غير ما تكون شخص قوي، من غير ما تكون اداره قويه عشان تفرض على الناس، عشان تقنع الناس. الناس دول اللي هم مين؟ الانديه، قطاعات الناشئين في الانديه، الاكاديميات، مراكز الشباب. تقنع الناس دي ازاي انها تلعب بطريقه موحده؟ تقنعهم ازاي ان هم ينموا الطفل او الشاب وهو لسه صغير يتعلم مهارات الكره فرديا وجماعيا؟ ازاي تقنع ده؟ ازاي يبقى عندك مدربين مؤهلين لقطاعات الناشئين؟ مش نجم بيعتزل فخش اتكرم مدرب فريق ناشئين. ازاي ده؟ احنا لما نعوز نبني نجيب احسن مدربين في الكون للشباب دول، عشان هم دول اللي في الاخر يبقوا نواة المنتخب الاول. النهارده فخور جدا ان احنا قدمنا لحضراتكم المحاضره دي، مش المداخله دي، المحاضره دي من رجل خبير هو الافضل في العالم على مستوى تطوير الكوره في بلده في بلجيكا. كلكم شفتوا ده، شفتوا بلجيكا كانت فين وبقت فين. على الله في يوم من الايام نبقى زيهم، لو عندنا الاراده، لو عندنا الخطه، لو عندنا الاصرار، ولو عندنا الثقه في النفس ان احنا نقدر، واكيد نقدر ان شاء الله.